نروح نشوف صاحبة عيد الميلاد. شكلنا كده جينا في وقت مش مناسب. ايه ده ايه ده؟ بالذمة ده منظر؟ انت عيد ميلادك كمان كام ساعة؟ حاضر يا مجد، هقوم اجهز دلوقتي. حاضر. طب وضبي شعرك ده وافردي البوز ده يا اختي. مجد انا بصراحة مش في المود لأي عيد ميلاد بصراحة. اهو اهو. طب ايه رأيك بقى انا والناس اللي جايين في المود؟ يلا بقى قومي. ده شادي. ايوه شادي. ايوه انا فريد. ايوه فريد. ايه يا حبيبي، لبست ولا لسه؟ العيد ميلاد كمان شويه على فكره. لا انا مش هاجي. يعني ايه مش هتيجي؟ ليه يا فريد مش هتيجي؟ انا عيان ومش قادر اجي. فريد انت عيان بجد ولا انت بتقول كده عشان لسه زعلان مني ومش عايز تشوفني؟ قفل في وشي يا مجده. فريد قفل السكه في وشي. يمكن مش قصده. اطلبي اطلبي. ما بيردش. لا 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 كفايه. استني، رايحه فين؟ الناس زمانها جايه. هروح اجيب فريد، عشان لو ما فيش فريد يبقى ما فيش عيد ميلاد يا مجده.